وشنو؟ اللاعب عثمانوف في الركن الأحمر في وزن اللايت ولتر ويت 64 كيلوغرام بإدارة حكم اللقاء من إيرلندا الحكم ماكريغور بن جون بول بن يوم أزرق من مانيلا with love الملاكم من كرواتيا وبلغاريا والحكم الدولي سعيد تعليمات السلامة. يسرني في أن أستضيف صبح الشبلي المدير الفني لمنتخب الإمارات للملاكمة مع بداية الجولة الأولى. نرحب بك كابتن محمد أبو صبح ونشكرك على حضور في هذه البطولة بهذا الشكل القوي والمنافس. أشكر كابتن محمد على الاستضافة الجميلة هذه وفي الوقت المناسب. المباراة هذه تعتبر مباراة مهمة بالنسبة لنا. اللاعب الفلبيني هو اللاعب اللي فاز على اللاعب لاعبنا لاعب لمنتخب الإمارات ماجد. فاللقاء هذا جدا مهم بالنسبة لنا بحيث نحن نشوف أخطاء اللاعب لعبة اللي لعب فيها بيعدل من أخطاء اليوم. أمس كانت عنده عدة أخطاء بس للأسف ما قدرنا نستغلها. كانت النتيجة بيننا فرق بسيط يعني 9-10. اللاعب الطاجكستاني. نعم كابتن محمد، اللاعب جون الفلبيني لعب أمس مع اللاعب مايد، وفي وجهة نظري المتواضعة اللاعب مايد النقبي كان الأفضل في الجولة الثانية والثالثة، فما كان سر الفوز للاعب الفلبيني بمجريات اللقاء الأمس؟ اللاعب الفلبيني لعب على نقطة ضعف ماجد، واللي أثر على ماجد أنه ما قدر يقرأ المباراة خاصة في الجولة الأولى. داركنا نحن الخطأ في الجولة الثانية بس طبعا كان فات الأوان. اللاعب الفلبيني عنده نقطة ضعف من في الدفاع، يعني دفاع عنده شوي ضعف ستايله في الدفاع. هو أوكي ضربته قوية وردة فعله قوية لكن دائما يلعب ويديه تحت، فكان لازم نستغل. يعني شوف الضربة اللي أخذها الحين هذه، الضربة المؤثرة هذه كانت سببها أنه هو ستايله في اللعب هجومي، يعني يفتقر لأسلوب الدفاع. كابتن محمد، في الشهور الماضية حضرنا معسكرات التدريب المستمرة من جانبكم لجميع اللاعبين. لاعب سلطان أيضا شارك بالأمس لكن لم يحالف الحظ، هل لديك كلمة على هذا اللقاء؟ لكل مجتهد النصيب، وفي النهاية التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. هذه الرياضة هناك فائز وخاسر، من لعيبة يتمرن ويجهز عمره والخصم يتمرن ويجهز عمره، في النهاية في لاعب خاسر في لاعب فائز، لكن إن كل واحد يسوي اللي عليه، يبذل المجهود اللي مطلوب منه، والتوفيق من عند الله. لكن الحظ ما حالفنا البارحة، وإن شاء الله راح يحالفهم في البطولات القادمة بإذن الله. 10 ثواني أعزائي المشاهدين تفصلنا عن نهاية الجولة الأولى، وبالفعل تنتهي الجولة الأولى. بطولة قارية دولية، والله بطولة مثل هذه يعني لعدة أمور، أحدها أن أنت قاعد تتكلم عن بطولة فيها لعيبة يعني أوريدي متأهلين للأولمبياد، تقريبا فوق 7 لعيبة ولا 8 أوريدي متأهلين لأولمبياد طوكيو، يعني بطولة فنية مستواها عالي 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 جدا. صحيح. حتى التنظيم، يعني حتى تنظيم البطولة الحمد لله العظيم، دولة الإمارات قادرة على استضافة بطولات قوية مثل هذه وتنظيم بطولات. بداية الجولة الثانية أعزائي المشاهدين، ولا زلنا نستكمل الحوار الصحفي مع الكابتن محمد مصبح الشبلي مدير منتخب الإمارات. مباراة ماراثونية، مباراة ماراثونية صراحة، يعني المستوى فيها عالي من بداية الجولة الأولى. أحس يعني اللعيبة ما وقفوا، يعني كل واحد يحاول يسيطر على الثاني، لكن لين الحين أنا أشوف في تكافؤ بينهم، بس احنا ما نشوف النتيجة من عندنا، بس احنا يعني من وجهة نظري اشوف في تكافؤ بينهم. اللاعب الفلبيني عنده الكونتر اتاك سريع جدا، والطاجكستاني قاعد يستغل ضعف الفلبيني في الدفاع،
ويسجل عليه نقاط من مسافة بعيدة. نعم، كلام من منطلق الخبرة وتحليل لمجريات اللقاء من كابتن بخبرة الكابتن محمد. ما هي مقومات اللاعب الجيد في وجهة نظرك؟ مقومات اللاعب الجيد اللي يلتزم يعني أنا بوجهة نظري اللي يلتزم بتعليمات المدرب. إذا أنت عندك طبعا إذا أنت مش إنسان موهوب ولا إنسان عندك مهارات وكفاءات ما كنت وصلت لهالمكانة، مع ذلك أن أنت عندك الإمكانيات بس ناقصك أنك تسمع تعليمات المدرب وتنفذها. المدرب دائما لما يكون خارج الحلقة يشوف اللي أنت ما تشوفه، فبالتالي إذا نفذت تعليمات المدرب راح تحصل بتقدر تحصل تقدم في البطولة في الماتش. يعني كابتن محمد، من المقرر إقامة هذه البطولة في دلهي، حدثني عن الاستعداد السريع في وقت قياسي جدا لاتحاد الامارات الملاكمه. بس ما خبرتك نحن قصد يعني نحن من هنا ايقاع غير صحيح غير صحيح ناتج غير عن لكمه، ويامر الحكم بمسح القفاز حفاظا على السلامه. صحيح، اذا سقوط عادي من اللاعب من غير لكمه مؤثره ما يتم احتساب اي شيء، يقوم ويكمل سير المباراه. نرجع لموضوعنا، نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة نحن الحمد لله اللهم لك الحمد نحن قادرين على استضافة أي بطولة عالمية قارية في أي وقت نقدر عليه الحمد لله. يعني احنا سوينا المستحيل في البطولة هذه، يعني خذينا الموافقة على إقامة البطولة في أقل من 20 يوم، يعني كان تنظيم ماراثوني. نعم، انتهى دورة الإمارات العربية المتحدة أيها السادة على اللعب الركن الأزرق لتلقيه لكمة مؤثرة تستوجب العد الإجباري. كابتن محمد، اللاعب اعتقد قدر يعرف نقط ضعف الخصم الفلبيني، ومثل ما قلت لك قاعد يلعب معاه بمسافات طويله ويقدر يسجل عليه نقاط مؤثره وضربات مؤثره. شوف 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 الضربه هذه، يو يو هذه الضربه قويه صراحه، يعني شوف قدر يعرف نقطه ضعفه وعرف الصح. لك الفضل يا مايد في اكتشاف التي اتاحت لي في هذا اللقاء. احكي لي نظام التدريب. نفس ما قلت لك، يعني حتى اعدادنا للمنتخب كان اعداد ماراثوني للغايه. نحن صنعنا المستحيل في العشرين يوم هذه، يعني انت في العشرين يوم هذه انت يعني شو بتسوي فيها؟ اعداد بدني عام ولا خاص ولا يعني جار، يعني قدرنا الحمد لله اللهم لك الحمد في الفتره القصيره هذه ان احنا نعد المنتخب يعني باقل الامكانيات، والحمد لله قدرنا نحقق اهدافنا اللي احنا حاطينها في بدايه المشوار. ولين الحين الحمد لله نحن محددين محققنا يعني 70% من اهدافنا، والباقي ان شاء الله في بركه، البركه في الشباب باكر اللي بيشاركون ان شاء الله يعوضون الخساره مالت البارح. بالطبع ليست مهمه بالسهله ابدا. طبعا لا خساره في بطوله نفس هذه، يعني مجرد المشاركه فيها هذه تعتبر ربح ومكسب للعيبه، اذا ما فاز فيها فوز في المباريات يكون هو اكتسب مهارة وفاز بالخبرة الكافية في لياقته بدأت تنزل في الجولة الثانية، يحاول يفك رباط الحذاء عسبة يكسب قليل من الوقت ويقدر ياخذ يلتقط أنفاسه ويرجع يكمل. ملاحظة جميلة كابتن محمد الشبلي، والخبرة في بعض الحيل المتبعة من بعض المدربين لا يفوتنا في هذا المقام. أن نشكر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد عن هيئة رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي على دعمهم الجميع الرياضات بشكل عام ولاستضافة البطولة الأسيوية بشكل خاص، ولدعمهم اللامحدود للرياضة الإماراتية. كما نشكر السيد سعادة أنس العتيبة رئيس الاتحاد الأسيوي ورئيس اتحاد الإمارات العربية المتحدة لاتخاذ قرار استضافة هذه البطولة، بالإضافة إلى السيد محمد بخاطر رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، رئيس اللجنة الخليجية للملاكمة للدول مجلس التعاون الخليجي، ونائب رئيس اتحاد الإمارات العربية للملاكمة سعادة عبد الله الزعابي عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة الفنية لاتحاد الإمارات الملاكمة، والسيد عمر شامس نائب عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية، والسيد حسن الحمادي الأمين العام، والسيد علي سلامة السكرتير التنفيذي. إيقاف اللقاء بقرار الحكم لعدم أهلية الملاكم الفلبيني في الجولة الثالثة لاستكمال مجريات اللقاء.
وكان القرار في الجولة الثالثة بغرض حقه. ليس هدفنا في عالم الهوى جلد اللاعب أو إسقاطه أرضا أو التسبب بعاهة، إنما غرضنا وتسجيل النقاط. الفوز في هذا اللقاء للركن الأحمر اللاعب التاجيكي بعد قراءة لاعب الركن الأحمر اللاعب التاجيكي موفق للحكم.